أسعى ورا الشغف بتاعي وأفضل أجري وراه لغاية ما أوصل له في يوم من الأيام؟ يا ترى الشغف هو الهدف الأخير والنهائي ليا؟ هل في حاجة أهم من الشغف؟ طبعا مفيش شك إن أفضل حاجة وأحسن حاجة إن هوايتك تبقى هي مهنتك، وإن أنت تشتغل الحاجة اللي أنت موهوب فيها واللي أنت بتحبها. لكن في حاجة أهم من الشغف، عارفين إيه هي؟ المسؤولية. تحمل المسؤولية أهم من الشغف. كونك بتروح كل يوم مكان عمل أنت مش بتحبه، لكن أنت بتروحه بداعي المسؤولية وبهدف مسؤولية، لأن أنت عليك أقساط وعندك حاجات عايز تصرف عليها وعندك أسرة وبيت ومدارس و ساعتها مش هقولك سيب كل ده واجري ورا شغفك. اللعبة كلها هي لعبة التوازنات. ازاي اقدر اوزن الامور دي كلها؟ ازاي اقدر ان انا اوصل في يوم من الايام لتحقيق حلمي وهدفي، وفي نفس الوقت ما اخسرش المسؤولية بتاعتي، ما ضيعش من اعول؟ لازم اوزن بين الاتنين. هتقولي بس دي مشكلة ودي معضلة صعبة جدا، ازاي حوصل لشغفي وفي نفس الوقت احافظ على شغلي الحالي اللي انا يعني يعتبر مسؤولية واللي انا بتقاضى منه الاجر اللي بصرف عليه على احتياجاتي؟ اللعبة هنا لعبة تايم مانجمنت، ادارة وقت. ظبط وقتك، حاول ان انت توزن ما بين مسؤوليتك وبين حلمك. ادي لده وقت ولده وقت، واعطي كل ذي حق حقه، يعني مفيش حاجة تجور على التانية. أول ما بتحس إن أنت قريب قوي من تحقيق هدفك وتحقيق الشغف بتاعك، وإن الأمور فعلا ميسرة لكده والأرض ممهدة لكده، خد ساعتها القرار واعمل حاجة بنقول عليها في الإدارة Cost Benefit Approach، يعني بتوزن ما بين المنفعة والتكلفة. ساعتها اقدر اقول لك توكل على الله واتفرغ لهدفك وحلمك، لانه ساعتها هيكون قد المسؤولية بتاعتك وحيوفي بكل التزاماتك ومش هتضيع حد. واوعى تضيع حد.